وكل سنة يعني هالسنة اختلف شيء عن العام الماضي؟ ايه هالسنة اختلف، لانه هديك العام مثلا لا كان في صيام ولا شيء، وبس هالسنة لانه اجا رمضان بنفس الوقت، الاوضاع كمان نفس الشيء، العالم يعني صار الوضع المعيشي مو زيادة. طيب يعني هذا لما عضفت الموديلات انت اللي بتاخذيها مثلا جاهزة على النت؟ كيف الموديلات؟ شو ما يطلبوا مني اخيط لهم، طبعا يبعثوا لي على الانترنت. هلا وبدك اشوف الموديلات كمان، هاي هن الموديلات، هلا هي هاي طلبت هذا الموديل هيك موديله، وهاي كمان نفس الشيء هذا حسب ما هي، بس هدول الاثنين انا بظن انه هاي جديد انه بلشنا نخيط منهم هالموديلات، كانه ما هداك الموديل مو يعني كردي وهيك، بس انه شيء مميز يعني تراث يعني ما يروح. دور 4